أنا هنزلهم في السجن إزاي؟ الرئيس السادات سمح للمرضى من معتقل الإخوان إنهم يتعالجوا برا السجن، فجابوا الأستاذ فتحي والأستاذ عمر يتعالجوا في المعتقل السياسي للقصر العيني، والإخوة بتوع كلية طب القصر العيني رتبوا لنا زيارة خاصة، والأخ إبراهيم اختارك عشان تكون موجود معانا. الله يكرمك ويكرم الأخ إبراهيم، من زمان قوي وأنا نفسي أشوف الشيوخ بتوعنا اللي ضحوا بنفسهم وبوقتهم عشان الدعوة. ربنا حقق لي الأمنية، الله يجازيك كل خير يا شيخ. أنا عارف يا أخ أحمد إن الزيارة دي قد إيه مهمة بالنسبة لك. هي مهمة وبس، دي مهمة جدا جدا جدا. أنا مش عارف أشكرك إزاي أنت والأخ إبراهيم. أحمد هستأذنك بس دقيقة واحدة، أخويا محمد هشوفه عايز إيه وأجي لك. أحمد أوعى تجيب سيرة عن الزيارة دي، أنت عارف إن الزيارة دي سرية جدا. اسمه كلام، ده اسمه كلام يا شيخ. خير؟ زفت. ليه؟ إيه اللي حصل؟ في مشكلة كبيرة ولازم تيجي معايا. مشكلة إيه؟ أنا عندي مشوار مهم قوي، ساعتين وهحصلك. لو ما جيتش معايا دلوقتي البيعة كلها هتبوظ. لا 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 اسكت، تبوظ إيه؟ ثانية واحدة وجايلك. بسرعة طيب. على طول على طول. يا أخ عمر أنا مش عارف أقول لك إيه، بس للأسف أنا مش هقدر أجي معاك في الزيارة دي. خيرا يا أخ أحمد. سيد الوالد ألمت بيه. ألمت بيه أزمة صحية جد أوي. لا انت لازم تروح تطمن عليه، وان شاء الله نطمن عليه منك بكره باذن الله. ربنا يبارك فيك. اتفضل يا اخي. الحاج محي كان راسه 1000 سيف ما يحمل حاجه على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. ايوه بس انت ما اديتوش فلوس. وانا هديله فلوس منين؟ ما الفلوس معاك اصلا. ايوه صح، وحملت العربيه. حملتها بس بعد ما حلفت له 100 يمين ان احنا هنسدد له فلوسه كامله النهارده. لا معلش بقى، يخبط دماغه في الحيط. يخبط دماغه في الحيط ازاي؟ طب الحلفانات اللي انا حلفتها. معلش صوم يا محمد. في ايه؟ لا اله الا الله، يعني نعمل ايه يا محمد؟ عندنا معرض نخنق نفسنا. عموما هو ما خدش بحلفاناتي دي، وامن السواق ما ينزل حاجه من على العربيه لما ياخد فلوسه كامله. الله، مين السواق اللي جا معاك؟ خضر. طيب خلاص سيب لنا خضر اتصرف معاه. تتصرف معاه ازاي يعني؟ يا سيدي سيبنا اتصرف معاه، انت مالك يا محمد؟ انا مالي ازاي؟ هناكل فلوس على الراجل يعني؟ من امتى بناكل فلوس على حد؟ لا ما تخلينش ازعق. لا اله الا الله، من امتى بناكل فلوس على حد؟ هنديها له بس بعد المعرض. طب وانت هتعمل ايه يعني مع خضر؟ يا دي خضر. ازيك يا خضر؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا دكتور. يكون في معلومك مفيش قفص ولا صفيحة هينزلوا الا لما اخد فلوس البضاعة كلها. يا ابني هو في حد جاب سيرة قفص ولا صفيحة؟ لا اله الا الله، مالك جاي عليا سخن كده؟ انا مش سخن ولا حاجة، انا بنفذ كلام الحاج محيي بالحرف، وهو قال لي اعمل كده، وهني مش هعمل الا كده حتى لو ضربتوني بالكرابيج. لا اله الا الله، يا ابني حد جاب سيره كرابيج؟ مفيش كرابيج خالص خالص، هما ثلاث بنيات بس، واحده في عينيك وواحده في مناخيرك وواحده في بقك. الثلاثه دول هنديك عليهم 20 جنيه. تروح للحاج محي تقول له ضربوني وبهدلوني وخدوا البضاعه ونزلوها حطوها في عربيه ثانيه. ماشي، وتقول انا رحت القسم وعملت محضر وادي رقم المحضر اهو. ها ايه رايك؟ رايي في ايه يا دكتور؟ انك تروح البلد معاك البضاعه دي كلها وما معكش ولا تعريفه ليك، ولا تسيب البضاعه ويبقى معاك 20 جنيه. طب والتلات بنيات يا دكتور؟ لا انا ماليش دعوه، انت تضربهم بنفسك، حد يضربهم لك يا عم، بنياتك وانت حر فيها. والمحضر؟ مفيش محضر اصلا ولا حاجه، انا هديك اي رقم وخلاص، وانت تروح تقول له ده انا رحت القسم ورقم المحضر اهو. ايدك على 20 جنيه يا دكتور. عايزهم عشرات ولا جنيهات؟ جنيهات. وسع يا عم للجنيهات. يا محمد، محمد على فين يا دكتور؟ الله، هنروح نوزع البضاعه عشان نجيب الجنيهات. طب اوعى والنبي يا دكتور تجيب سيره لابويا الحاج محيي لحسن كان يموت. ليه اكون يعني نزلنا بعد الهبله دي كلها ترسى في الاخر على فول وطعميه؟ والله العظيم حرام عليك. امال الكلام اتعمل لمين لما كناوش احنا في يوم زي ده يا راجل؟ يا متهور يا متهور، كباب ايه اللي هناكله؟ ده مضر قوي 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 بصحه الجيب يا ابو حميد. وبعدين افهم، احنا عايزين كل قرش كل تعريفه نلمه عشان المعرض. يا دي المعرض، معرض ايه اللي انت دوشني بيه ده؟ لا بعدين اقول لك يا عم. طب يا سيدي بلاش المعرض، هنعمل ايه مع الحاج محي؟ اللي في دماغه يعمله. ايه هيعمل ايه محي؟ يعني ايه اللي في دماغه يعمله؟ مش عايزين بضاعه بس. ما يقدرش يا معلم، احنا اكتر ناس بتاخد منه بضاعه، ده نمره واحد. نمره اتنين، هينزل هو بقى بنفسه على كل الناس يديهم حته حته حته. ما ينفعش، ما اداناش بضاعه في 60 داهيه، 100 واحد غيره يتمنى. طب ساعه عليك النبي يا سيدي، ايه موضوع المعرض اللي انت ناوي توقف حدنا بسببه ده؟ علي افضل الصلاه والسلام. يا سيدي اتفقت انا والاخوه في الجامعه ان شاء الله هنعمل معرض ملابس محجبات. طب وهجيب لهم ملابس منين دول؟ لا بقى عليا الطلاق، انا قايل لك يا حماده بقى اخس عليك بقى.
جدع انت لسه اتجوزت عشان تحلف بالطلاق؟ مش نفسي اتجوز يا موز. ليه؟ عشان تعرف تحلف بالطلاق؟ بس عشان تعبت من الاكل اللي انا باكله ونفسي اتجوز بقى انا وانت. طب خلص جامعتك الاول. مش هخلصها يا محمد. لا اله الا الله. نخلصها ليه؟ ما احنا عمالين نعمل من وراها شغل حلو قوي قوي قوي. بس هو في الحقيقه يعني انا عايز اتجوز. يا صباح التسابيح والذكر حبيبي. والله الايمان منور وشك يا عم ابو شيشه. الله ينور ايامك ويسعدك. هات كرسي يا ابني. حاضر يا حاج. تشرب شاي؟ اللي تقول عليها اشربه. يا رب تشرب من زمزم يا حبيبي. جامعا ان شاء الله يا رب. طيب قول لي بقى اجيب لك ايه؟ عايز ايه؟ اقول بصراحه؟ الله، انت من امتى كنت بتخبي عليا؟ انا نفسي اناسبك في الفلوس. تناسبني في الفلوس؟ قول عايز استلف منك فلوس. لا انا مش عايز استلف منك حاجه. انا في شغلانه حلوه الحمد لله رب العالمين ومكسبها حلو. قلت اخد منك قرشين ادورهم، الفلوس دي هتطلع ان شاء الله فلوس تانية كده مقطقطة صغننة، اروح برجع لك فلوسك وعليهم المواليد كمان. عشان كده بقى بتقول لي اناسبك في فلوس. امال انت فاكر ايه؟ والله يا ابني لو المبلغ اللي انت عايزه ده معايا اعتبره بتاعك ورجعه وقت ما انت عاوز من غير مواليد ولا يحزنون. لا كده يبقى انت بتقول لي ما تاخدش مني حاجه. مش هاخد حاجه. هاخد منك يبقى لازم تاخد فلوسك بالمواليد والمكسب. طب افرض في خساره؟ انا ما بخسرش يا عم ابو شعيشه. قول ان شاء الله. عايز كام؟ ابتديها ب 200 جنيه. 200 جنيه مره واحده؟ معلش 200 جنيه. طب ازع بحسك وقول يا شعيشه. على عيني. يا شعيشه. شعيشه. ردوا عليك يا احمد؟ ايوه ايوه رد. عايزني انا؟ ايوه. قول لهم هاتوا الظرف البني اللي في درج التسريحه في اوضتي. هاتوا الظرف البني اللي في درج التسريحه اللي في اوضته. حاضر. تعالى بقى خد كبشه البلح دول اتسلى فيهم على ما ينزل. تسلم ايديك يا حبيبي. اديه لحم. عايز حاجة يابا؟ عايزك بخير يا حبيبتي. ايه عايز حاجة تاني يا احمد؟ اه اؤمر يا حبيبي. عايز اناسبك يا عم ابو شعيشة.